أما جورج لاندريث رئيس مؤسسة Frontiers of Freedom فقد أبرز أن القرار حمل تنبيها من مجلس الأمن إلى عرقلة الجزائر والبوليزاريو للجهود السياسية لتسوية النزاع. I think the resolution is in diplomatic speak is an, if you will, an escalation. Obviously أعتقد أن القرار يعد من وجهة النظر الدبلوماسية تصعيدا، فمن الواضح أن المهمة الرئيسية للدبلوماسية هي تجنب التصعيد إلى حرب فعلية، ولكن يمكن الشعور بوجود قدر من الإحباط. وأعتقد أن الأمم المتحدة بدأت تفقد صبرها إزاء قيام الجزائر والبوليساريو بدور الإعاقة والعدوانية، وأعتقد أن الأمم المتحدة بدأت باتخاذ موقف محايد إزاء أطراف النزاع، ولكن بمرور السنين ومحاولات كل من تولى دور المبعوث الخاص إجراء مقابلات مع الأطراف ومحاولة تحقيق تقدم، قوبلت دائما بالإعاقة من الجزائر والبوليساريو. وبعد ذلك بدأت النغمة في قرارات الأمم المتحدة تتغير، وهو ما رأيناه في القرار الذي صدر العام الماضي، وأشار آدم إلى ذلك حيث كان القرار أقسى وجاء قرار هذا العام أكثر قسوة. وأعتقد أنه استخدم صياغة دبلوماسية تشير بوضوح إلى أن الجزائر تعوق العملية السياسية وتعين عليها المشاركة فيها بنية حسنة والجلوس إلى المائدة ومحاولة التوصل إلى حل، فيما كان المغرب الدولة التي قامت بدور إيجابي في هذه العملية منذ اليوم الأول.